السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأهلنا وأصدقائنا في فلسطين الحبيبة، اللهم أمين يا رب العالمين. ونسأل الله يا رب يكون مع أهلنا في لبنان، اللهم أمين يا رب العالمين، ويسترها على الجميع وعلى أحبابنا في جميع البلدان العربية، اللهم أمين. الله يبارك في الجميع. عاوز أتكلم في بعض النصائح عن التغذية أو تغذية النحل خلال الفترة اللي احنا فيها، شهر أكتوبر لسنة 2024، أو نقدر نقول فترة الخريف من سنة 2024. الله يبارك في الجميع. طيب، بالنسبة لمقادير التغذية اللي النحال يقدر يقوم بالعمل عليها، طبعا الكلام هنا يخص النحال اللي هو بيجيش نحل او اللي هو خارج موسم العسل، اللي في موسم عسل الكلام اكيد ما يخصهوش او مش هيقوم بالعمل عليه. طبعا بالنسبة لمقدار التغذية في التوقيت الحالي، احنا كنا الاول الله يبارك في الاصدقاء الاخوة اللي كانت متابعانا، كنا بنتكلم ان التغذية تكون 2 مية لـ1 سكر، تمام؟ ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه خلال فصل الصيف ومع بداية فصل الخريف. بالنسبة للتوقيت اللي احنا فيه، او نقدر نقول بتاريخ، نقدر نقول النهاردة كام؟ 12 من شهر اكتوبر لسنة 2024، يبتدي النحال يقلل شوية من نسبة المية مقابل السكر، بمعنى ان يتم تقديم 1 سكر الى 1.5 من المية، تمام؟ يبقى هننزل معدل المية، معدل 0.5 لتر لكل 1 كيلو سكر، تمام؟ طيب ليه انا الكلام على ان يتم تقليل معدل المية، تمام؟ لان خلاص نقدر نقول ان النحل ما شاء الله مفروض دلوقتي يكون النحل فيه تحضين، دي رقم واحد. رقم اتنين، ان الاجواء ابتدت تعتدل، فمش عاوزين ندي تغذية نقدر نقول مخففة أزيد من لازم على أساس إن ما يحدث إجهاد في النحل، تمام؟ فمقدار 1.5 من المية إلى 1 سكر ممتاز جدا. لو في أحد من الأصدقاء مثلا عاوز يضيف أي أنواع من الخل مع التغذية، لا يوجد أي مشكلة، تمام؟ بالنسبة لو أحد الأصدقاء حابب يضيف مثلا ليمون أو بعض من الأعشاب، يكون بس حريص إن لما يتم إضافة المواد دي تكون التغذية قبل أذان المغرب، تمام؟ طبعا يفضل ما نزودش من كمية الليمون، تمام؟ منعا بس لحدوث سرقة، ده اللي احنا بنتكلم فيه أو اللي احنا بنتخوف منه، تمام؟ لأن في بعض الأصدقاء للأسف الشديد ممكن تلاقي يجي أذان الظهر أو أذان العصر، تمام؟ مع أذان العصر يقدم تغذية، النحل بيكون كله في السروح، تمام؟ نقطة أخرى لابد الإشارة ليها، الله يبارك في الجميع، وهو النحل بتاعك لو فرضا كمية الحضن عندك ضعيفة، السؤال اللي بيطرح نفسه كمية الحضن ضعيفة ليه؟ هل لأن عندك المرعى من حبوب اللقاح في شح أو مرعى سيء، تمام؟ أو إن الملكات فيها مشكلة أو كبيرة في السن، تمام؟ أو إن كمية النحل داخل الخلية نقدر نقول كمية ضعيفة. لازم تعرف السبب، على أساس لما تبتدي تعرف الأسباب تبتدي تروح للحلول أو لحل المشكلة. لو فرضا ان المشكلة عندك نقدر نقول في حبوب اللقاح ضعيفة فيها شح، خلاص ابتدي احل المشكلة دي ازاي؟ ان انا اقدم عجينة بروتينية، تمام؟ عجينة بروتينية مثلا 0.25 كيلو لكل خلية، تمام؟ 200 جرام لكل خلية، 150 جرام لكل خلية حسب قوة النحل، هتساعد الملكة في فترة الخريف اللي احنا فيها دي ان هي الملكة تبتدي تنشط في وضع البيض مع طبعا التغذية. في البعض يقول لك ايه اخويا محمد، لما اقدم عجينه بروتينيه اوقف التغذيه السكريه؟ لا، انت بتقدم دي وبتقدم دي، تمام؟ التغذيه مثلا بتيجي كل 3 ايام او كل 4 ايام، بتدي مثلا في حدود 0.25 لتر. العجينه بتكون داخل الخليه، بتكون داخل الخليه فوق البراويز او جنب اخر برواز، نحن بيستهلك منها نقدر نقول استهلاك بطيء، تمام؟ هنا الحديث على العجينة البروتينية وليس العجينة السكرية. السكرية أو العجينة الكندي
ديت نقدر نقول مع بداية دخول فصل الشتاء أو الأجواء البرد أو الأمطار، وجود مطر يعني، هنبتدي نقول آي وقف تغذية ونزل عجائن سكرية، حتى بس يكون الكلام واضح ما يحدث أي خلط في الحديث منع لا قدر الله لحدوث مشكلة. اللي مش فاهم جزئية ما في الحديث اللي أنا أتكلم فيه نتمنى طرح السؤال وهنرد عليه. طيب لو احنا قلنا طبعا زي ما احنا تكلمنا، لو المشكلة عندي مشكلة شح عملنا عجينة، طب المشكلة عندي مشكلة ان الملكة كبيرة في السن، ملكة فيها اعاقة، ملكة فيها مشكلة، تمام، ابتدي اشوف حل المشكلة دي. طب هل عندي ظروف ان انا اقدر اغير الملكة في التوقيت الحالي ونزل ملكة عذرة تتلقح ولا ما ينفعش؟ لو هينفع ان انا انزل ملكة عذرة او اخلي الخلية تربي ملكة والملكة تتلقح، توكل على الله، تمام، توكل على الله، استغل الشيء ده، لان الخلية طالما مشكلتها الملكة هتعاني منها فترة كبيرة جدا، تمام. طب واحد قال لي لا انا ما عنديش ذكور، او عندي الدبور الاحمر، او عندي مشكلة، عندي بمعنى صح حاجة هتخلي الملكة يحدث لها اعاقة في الخروج للتلقيح، ايه العمل في الحالة دي؟ العمل في الحالة دي تخلي الملكة الام او الملكة اللي فيها مشكلة زي ما هي داخل الخلية لحد ما الظروف تتحسن عندك، او لحد مثلا ما تلاقي احد الاصدقاء تشتري منه ملكات ملقحة، تمام. طيب لو فرضا ان المشكلة عندي ان الخلية كثافة النحل ضعيفة، يعني بمعنى عندي ملكة ممتازة وعندي مرعى ممتاز بس الخلية بروازين ثلاثة نحلها ضعيف، ايه الحل في الحالة دي؟ الحل في الحالة ديت هل ادعم؟ هنا سؤال لابد يتم طرحه، تمام. انا اطرح على الاخ ان حل عنده المشكلة ديت سؤال اخر، وهو هل عندك في المنحى الخلايا 6-7 براويز؟ تمام، ولو عندك خلايا 6-7 براويز هل ما شاء الله الملكات فيها وضع بيض وفيها تحضين؟ لو عندك الشيء ده في منحلك، تمام، اصبح انك انت مع خروج اول جيل او الجيل الجاي ان شاء الله، تمام، الجيل يعني خروج حضنة، تمام، مع خروج حضنة قادمة باذن الله في الخلايا ديت، تمام، تبتدي ترفع برواز من الحضنة المحمصة او الحضن اللي على وشك الخروج، تدعم بيها الخلية اللي على بروازين او اللي على ثلاثة او اللي عاوزة كثافة نحلية، تمام، نقدر نقول صدقني برواز ده لما هتضيفه هيكون مفعول السحر، هيخلي الخلية تنطلق معاك. طبعا دوت في حالة ان انا عارف ان الملكة ممتازة، اللي في الخلية الضعيفة عارف ان ملكتها ممتازة، عارف ان المرعى عندي من حبوب اللقاح ممتاز، تمام. طيب نرجع لموضوعنا او نرجع للاساس اللي احنا بنتحدث فيه، تمام. احد الاصدقاء بيستمع لينا عنده 5 كيلو عسل من عسل التغذية، 10 كيلو عسل تغذية، عاوز يستفيد منهم. اخويا محمد اعمل ايه؟ اخفف مية قد ايه للعسل ده واقدمه للنحل؟ تمام، السؤال ده لسه يمكن متردد عليا من تقريبا من يوم او اتنين، احد الاصدقاء سأل، والله ما فاكر، سأله على الواتس او الماسنجر. على العموم اللي عنده كمية عسل تغذية وعاوز يستفيد منها، انا انصحه نصيحة لله، ما تستفيدش منها انك انت تخففها بمية، لا، انت عاوز تعمل اعادة تدوير ليها او تخلي النحل يستهلكها مرة اخرى، خلاص احتفظ بيها، تمام، لحد ان شاء الله اما الاجواء تكون باردة وتيجي تعمل عجائن سكرية كاندي، تمام، تستفيد من العسل ده. ضيف العسل على العجائن البروتينية او ضيف العسل على العجائن السكرية، النحل يستفيد منه. طب ليه ما اضيفش العسل دوت، اضيف عليه مية واخففه واغذي النحل بيه؟ لان للأسف لما هتضيف مية على العسل وتقدمه تغذية سريع التخمر، تمام، ممكن في حدود ساعة نص ساعة يتخمر، ولما يتخمر هيسبب مشكلة. الامر الاخر ان ممكن يكون لا قدر الله، تمام، العسل ده مثلا كنت انت فرزه وفي احد الخلايا مريضة او في احد الخلايا فيها مشاكل، بالتالي تنقل المرض ده، تمام. طيب وطبعا النقطة الأساسية اللي أنا بقى أركز عليها، وهي الله يبارك في الأصدقاء، إن هو سريع التخمر ممكن يحدث إن النحل يموت في الغزاية، تمام، عند عملية سحب التغذية اللي هي عسل مخفف دي. فبالتالي الأفضل خليك شغال نقدر نقول على التغذية السكرية، تمام. مش معنى كده إن العسل اللي عنده هرميه، لا، استفيد منه، بس انا بقول لك في عجائن، تمام، اتمنى التركيز على النقطه دي. نقطه اخرى فيما يخص العجينه البروتينيه،
تمام، وهي هل انزل عجائن بروتينيه في التوقيت الحالي؟ اللي بيسال السؤال ده، هل انزل عجائن بروتينيه؟ انا اجابتي ليها هتكون نقدر نقول هل الحاجه اللي انا اتكلم دي عندك متاحه ولا لا. تمام، هل عندك ما شاء الله النحل بيجيب كميات حبوب لقاح، والملكات ما شاء الله وضع البيض في بروازين وثلاثه. تمام، لو عندك الشيء دوت ان الملكه وضع بيض في بروازين وثلاثه وعندك النحل بيجيب حبوب لقاح، انا بقول لك ما تقدمش عجائن بروتينيه. ليه؟ وفر فلوسها يا اخي، وفر فلوسها، ممكن تستفيد منها انك انت تجيب سكر تقدم تغذيه. تمام، دي نقطه. طيب واحد بيقول لي لا انا عندي النحل بيجيب حبوب لقاح بس الحضانه عندي المستوى بتاعها برواز واحد، تمام ما بيزيدش عن كده. لو مستوى الحضانه برواز واحد عندك، طبعا انا اتكلم برواز واحد حضنه في خليه مثلا 6 أو 7 براويز، تمام، معنى كده ان المرأة عندك شحيح او المرأة عندك ضعيف. في الحاله ديت قدم تغذيه، قدم عجائن بروتينيه، ادعم بيها، ادعم بالعجائن، لا يوجد اي مشكله. تمام، كميه مثلا ربع كيلو او 200 جرام لكل خليه عجينه بروتينيه هتساعد الخليه مع حبوب اللقاح اللي بيجيبها. تمام، اخر نقطه لابد الاشاره ليها قبل انهاء الفيديو. لاحد الاصدقاء لو مقدم تغذيه من قبل مثلا من شهر او من 20 يوم والنحل مخزن التغذيه دي في الخليه بروازين وثلاثه عسل تغذيه، تمام، انا انصحه قلل من التغذيه اللي انت بتقدمها. الامر الاخر حاول تشيل براويز العسل المخزن ده او عسل التغذيه دي توزعها على احد الخلايا اللي محتاجه على اساس توسع للملكه، لان التخزين الزايد عن اللازم بيضيق على الملكات. تمام، يعني بمعنى خليه تحتوي على 5 أو 6 براويز كويس يكون فيها او ممتاز جدا يكون فيها حدود البروازين من عسل التغذيه بس. تمام، انما فيها 3 فيها 4 براويز عسل تغذيه ده اجهاد على النحل، ده مشكله على النحل كده، انت بتضيق على النحل. تمام، نتمنى ناخذ النصائح دي بعين الاعتبار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يبارك في الجميع وينصر إخواننا وأصدقائنا في لبنان وفي فلسطين الحبيبة، اللهم أمين يا رب العالمين. التمسوا لي العذر، ربما يكون لعدم الرد على الأسئلة باستمرار أو في عدم التواصل باستمرار. نسأل الله يا رب التوفيق للجميع، مشكورين شكرا جزيلا.